رجع الله يدخل حل فمك. كنا في البال انه شو عاد فاطمه وهذا شو قريعات. وانت اش كتقول؟ بنو شنو اللي صار؟ راه كانت الشعاع. شكون اللي كان؟ كانت ناري مين؟ اشنو؟ انت راك عندها كل دنيا. لعنة الله يوعى عليكم. كوراج هذا الشعاع. يما حجاج انتوما حجاج وكتضربوا المحيا. انا لو بدي هاي الارض راح اشتريه. ولو بدي هاي الأرض راح أشتريه. ولو بدي هاي البنت راح أشتريه. يا سلام. اليوم الحمد لله كان المونداغيغ اللي هو مهرجان دولي في ليديسيون الاولى ديالو بطبيعه الحال، كان واقع الضحك، كان واقع الكوميديا الساخره، كان واقع البومبا كوميك بطبيعه الحال، كانت حاضره بالمجموعه ديالها كامله. لنا الشرف اننا نكونوا في هذا المهرجان في الدوره الاولى ديالو، وحنا كنعرفوا الصعوبات بطبيعه الحال. رغم ذلك رغم هذا الشيء كامل ناجح الحمد لله وداير بوم في السعيديه. كنتمنوا نرجعوا مره اخرى ان شاء الله ونجيو بطبيعه الحال نحضروا مع هذا الجمهور الجميل في السعيديه. احنا حاضرين في مهرجان الدولي ديال الضحك ديال المانداغيغ هنا في مدينه السعيديه، ولينا شرف ان نكونوا حاضرين ليه في الدوره الاولى ديالو، وهذا شرف لنا ونكونوا مع الناس السعيديه هنايا. طريق هو طريق بادير، شاب مغربي من مدينة الجديدة، سن 26 سنة، كوميدي، عندي طموح أنني نكمل في هذا الدومين إن شاء الله. رشيد الباز، 25 سنة، ثنائي ديال هذا، هذا اللي لاصقني ديما، حتى أنا عندي طموح وكنحب هذا الدومين وغنكمل في هذا الدومين إن شاء الله، خريج برنامج ستاند أب، فيناليست.